أهلا بكم من جديد. إذا قدمت مصالح والأمن بولاية باتنا توضيحات حول الرقم الأخضر 104 المخصص للتبليغ عن حالات اختطاف الأطفال خلال فعاليات الأيام الإعلامية حول الأمن الوطني في طبعتها 67 التي تهدف لتقريب المواطن من رجلي الأمن. سعيد حريكة. الأرقام 15 48. نظمت المديرية العامة للأمن الوطني طبعة 67 الأيام الإعلامية حول مصالح الأمن الوطني بولاية باتنا أيام 21 22 23 24 نوفمبر 2016 بقاعة أصحاب. لي زوفيسي كبار كيفاش تقبلوا بينا، دي كوموندون، دي كوميسار كيفاش استقبال واستقبال الحار. جيت نشوف الشرطة تسمى أدوات الشرطة، وعلى بالنا بلي الشرطة في خدمة المواطن، المواطن هو الأساس.